بقى انت كنت عارفه ان الماتش الاولاني مع الزمالك، وعارفه يعني ايه المنافسه بين الاهلي والزمالك في مصر، وان في دقائق معدوده. قولي لي بقى، الناس بعد المباراه قابلتك ازاي، او بقيتي مشهوره قوي بعد المباراه، ولا الدنيا مشيت ازاي؟ Before the match, قبل I knew المباراة أنا كنت about أعرف Zamaliki, لم أعرف الكثير عن الزمالك، ولكن I know only about Ali. أنا أعرف فقط عن النادي الأهلي في مصر، I really want to لأني meet Zamalek and I want وحينما to play عرفت أردت كثيرا so أن أواجه I don't الزمالك. think about them. I just لم think about أفكر my فيهم، team, Al Ali, أنا فقط فكرت في فريقي. I'm so happy لأني to score. لأني أبقى سعيدة جدا لأحرز، وأنا سعيدة للمواجهة للعب ضد الزمالك، وأن أجعل جماهير الفريق وزملائي كذلك سعداء. فأنا سعيدة جدا أني لعبت هذه المباراة أمام الزمالك وأحرزت هدفين. أنا متحمسة كثيرا لهذه النتيجة، والحب الذي وجدته من زملائي في الفريق والمدير الفني. الجميع أحب الفريق واللعب ضد الزمالك، وأنا سعيدة أن لعبت ضد الزمالك وأحرزت ضدهم هدفين. تعال نحكي بقى عن الهدفين. الهدف الأولاني رقصتي ورقصتي تاني وشطتي، وبعدين الهدف التاني بالراس. بس قصة الهدفين احكي لي كده شوية. أوكي يلا. تمام. Come again. Sorry. Hello. Yes, tell me that. Okay. The first goal. الهدف الأول. Is teamwork. هو كان عمل جماعي للفريق. I love my teammates. أحب زميلاتي في الفريق لأنهم. Because without them. لأنهم يساعدونني كثيرا. Able to score the goal. وهم ساعدوني على إحراز الهدف. My American teammates. طب تعال نشوف الهدف مع بعض. ها كده، وبعدين تاني، وبعدين سددتي. احكي لي بقى يعني قصة الهدف. اوكي يلا. قصة هذا الهدف اني is the confidence I have. هي الثقة التي تحليت بها والإيمان أني I will score the goal. أني كنت مؤمنة كثيرا أني سأحرز الهدف. أنا أردت كثيرا أن أحرز هدف في هذه المباراة. نعم. لذا الثقة والإيمان، وأيضا العمل الجماعي لفريقي. حلو. قد ساعدوني كثيرا. قولي لي بقى الرقصة، الاحتفال والرقصة دي، أنت متعودة عليها ولا دي جديدة ولا دي للجمهور ولا إيه؟ احكي لي شوية. لا فقط أنا غيرت احتفالي في هذا، أنا أغير احتفالي في كل موسم، وفي هذا الموسم أنا قررت أن أرقص في أول هدف للنادي الأهلي. أنا أحب، أنا وشاهدتهم وأعرف أن فريق الرجال في النادي الأهلي يحبون أن يحتفلوا ويرقصوا بعد كل هدف، فبالتالي بالنسبة لي كأفريقية أردت أن أرقص والاحتفال. أيوة هذا الاحتفال تحديدا. هاتوا لنا احتفال النوم بتاعها ده، خلينا نشوفه كده ونقعد نضحك معاه شوية. هنا هنا الاحتفال الأولاني رأس. The first one is Okay, the sleeping celebration. بالنسبة لاحتفال النوم، أنا شاهدت فريق النادي الأهلي الرجال، وهذا كان احتفالهم. فبالتالي حينما أحرزت هذا الهدف، قررت أن أحتفل مثلهم. هنا بقى في السكند جول بقى، خلاص بقى دخلت بقى الأول بيرسي تاو، وبعدين دخلت بقى في النوم، بس واضح إن أنت اللي إيه جرى كلهم وراك. نعم، هذا الاحتفال كان من تصميم فريقي، لأنهم أرادوا مني أن أنام، طلبوا مني كذلك الاحتفال بالهدف الثاني، فنمت على الأرض لأني لم أرى الزمالك، ولكني نمت فقط بعد إحراز الهدف. شعورك إيه بقى؟ الناس بعد المباراة كلموكي في الشارع، الناس بدأوا يتصلوا بيكي، مقابلة الناس ليكي عاملة إزاي؟ اتشهرتي بسرعة؟ نعم كثيرا. لأن بعد المباراة الجميع أصبح يتكلم عني، وأنا سعيدة جدا، يعني أطور الآن نفسي، فأنا سعيدة جدا أن أرى الجماهير سعيدة وسعيدة لي، والناس تتصل بي وتحدثني عن المباراة وأن وطريقة إحراز الأهداف. أنا ممتنة كثيرا للجميع وللجماهير النادي الأهلي، أنا سعيدة جدا لهم، لأن I make them proud. لأني جعلتهم فخورين بالنادي الأهلي.